أشياء تيالا بس طبعا معكم سنسي تيالا. أول شيء حنتعلمه يعني في الشطرنج ناقلة الملك. الملك حنتفق اتفاق الملك نقلة واحدة بس في كل مكان في كل اتجاه من نقلة واحدة. الجندي خطوة أو خطوتين في البداية. إذا لعب خطوتين في البداية يكمل خطوة خطوة. إذا لعب خطوة في البداية يكمل خطوة خطوة. أتمنى وصلت. الجندي لما يجي ياكل ياكل كذا. الحين عندنا الحصان يمشي على شكل L أو بشكل عام 1 2 3 يمين أو يسار. أو عندنا كذا على شكل L أو اللي ما فهم من أبيض إلى أسود أو شكل L أو عدوا نفس ما قلت لكم. الحين عندنا الفيل. الفيل ما يقدر إنه ينط على اللي حوله عكس الحصان. الحصان عادي لو كان في جندي قد طبعا زي ما قلت لكم الحصان يموت يعني لما يسوي كرش ما له حل غير انك تاكله غير انك تحرك الملك يعني تغطيه ما في. بالنسبه للفيل ما يقدر ينط على اذا كان في قطعه قدامه الا اذا كانت قطعه الخصم يقدر ياكلها. عندنا مثلا لو لعبت هنا خطوه امشي على المربعات السود زاويه 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 ارجع واروح عكس الجندي. الجندي ما يرجع. الحين نبدأ بالوزير. الوزير يمشي بين فيل وقلعة. أنا قد شرحت لكم القلعة قبل بس هعيد لكم شرح القلعة. القلعة ما تنط كمان يعني ما في أي قطعة من قطع الشطرنج تنط عن القطع غير الحصان. الحين القلعة لازم بعد عندها جندي تمشي بشكل عمودي وأفقي. بالنسبة للوزير الوزير خليط من هذول الاثنين يعني هذا وهذا ميكس يطلع لك وزير. كيف يعني؟ لما ما يكون فيه يقدر الوزير انه يمشي عمودي افقي وقطري. فهمتوا؟ الحين حابدأ لكم في القطع. الجنود نقطة واحدة. الملك ما يحسب له. الحصان 3. الفيل 3.5. القلعة 5. والوزير 9. نفس القطع لقطع الخصم. الحين قلت لكم الأسامي بالعربي بس الحين بقول لكم إياها بلغة الشطرنج. روك، بون، بيشوب، نايت، كوين، وكينج. أوكي؟ البيشوب والنايت هذه كثير يعني في كثير ناس أو لعب. أتمنى أنكم استفدتوا. واللي يبغى أي سؤال أي شيء بس يسألني عن خاص ومن عيوني حجاوبه من عيوني الثنتين هذه قبل هذه. وأتمنى أنكم فهمتوا. جانا.